بيتي فواتاتي اليوم ندير لكم بيغي بالدجاج محمر ساهل ومليح بالشوفان. بهذا الشوفان الصحي نبداو على بركة الله نوري لكم في الدجاج واش درنا له. شوفوا فواتاتي الدجاج ما نحطوهش هكذاك الخضر، طيبناه. شوفوا طيبناه والمرقة تاعو درناه غير المرقة بيضة بالزنجبيل وشوية كركم شوية وشوية ملح، والمرقة تاعو راح نديروها بيغ. ما نديروش البطاطا نمروها في الماء والملح، هذيك المرقة نحط فيها بطاطا معاها هاي البطاطا نحطوها في المرقة. نستغلو هذيك المرقة تاع الدجاج، نستغلو هذيك المرقة تاع الدجاج شوفوا، ونحطو كي نحيو هذاك الدجاج تاعنا نحطو البطاطا تاعنا مع حبات جزر نديروهم بيغي خير من نحطوها في الماء والملح، هكا تجي بنينه ومفيده بهذيك الحساء تاع الدجاج. دوكا ناخذو بركة الله نبداو ناخذو الحليب والشوفان والفرينه تاعنا، هذيك الفرينه نسموها بقالين من الكاري راني نتباع عند اللي باع العقاقير، بقالين من الزنجبيل. الزنجبيل خاطرش الدجاج يحب الزنجبيل، قليل من الملح. نخلطو هاد الكمية ومن جهة الحليب نزيدولو حبة بيض، ونخلطو الحليب مع البيض. طبق سهل وجيد. دوكا نبداو على بركة الله ناخذو الدجاج تاعنا، نحطو شوفو خواتاتي غسلناها في الحليب قبل غسلناها في الفرينة، قليلة من الفرينة زيدو الشوفان. ها شوفوا فتاتي نعاودكم مرة ثانية، نديروهم في الحليب والبيض ومن بعد نحكموهم هذوك الدجاج تاعنا نحطوهم في الشوفان هكذا يحكم لنا الشوفان فيهم هكذا، من بعد ديروهم قليلا من الفرينة هكذا غير قليل من الفرينة مش حاجة كبيرة. من بعد شوفوا فتاتي هكذا يوليو لنا نحطوهم في الزيت ساخن. هكذا خليهم يتحمروا عند الحليب، ومن الجهة الأخرى كما طيبنا لابيغي تاعنا في الماء، من بعد نوريكم الصحن التقليدي. شوفوا خواتاتي كيف جانا الطبق، شوفوا شهي بصحتكم وبصحتي. شوفوا لابيغي هذي كي قلت لكم بالمرق تجي هايلة خير من الماء والملح والدجاج بالشوفان. شوفوا جربوها وردوا لي وشهية طيبة، ومتنساوش تفعلوا الجرس وديروا لايك وبالسلامة.